ايه يا حنان يا بنتي؟ خبطنا عليك كتير. مالك يا است حنان؟ مسهمة كده ليه؟ اصلي صحيت من النوم ما لقيتش احمد. احمد تاني؟ طبعا مش مصدقة، بس المرة دي انا حسبتلك. احمد ساب اثر مني. ساب ايه؟ روحي شوفي الطقطوقة اللي هناك. طقطوقة؟ مالها الطقطوقة؟ هتلاقي فيها بقيت سيجارة كان بيشربها احمد. الطقطوقة اهي. ما فيهاش حاجة. مش ممكن. أنا متأكدة إنه كان هنا. حنان يا حبيبتي، معلش. أنت الظاهر عليكي ما نمتيش كويس وقعدتي تفكري. لا أبدا. ده أنا نمت كويس. بس أنا تعبانة. أرجوكوا سيبوني لوحدي. عايزة استريح. طب يا حنان استريحي أحسن برضه يا بنتي. يلا يا خديجة. يلا يا خديجة وسيبيها تستريح. حاضر يا ستي، بس أكمل توضيب السرير. خلاص يا أست حنان، السرير خلاص. فعلا. خلاص. عقلي راح مني خلاص. بس أنا متأكدة مش ممكن يكون حلم ولا وهم ولا خيال. حنان يا حبيبتي استريحي أحسن يا بنتي، ما تفكريش. يلا خديجة. لا استنى، خدوني معاكم. أحسن برضو يا ستي، تفطري مع الهانة. يلا حبيبتي يلا. أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل ده وإزاي بيحصل. هو عايز يعرف كل حاجة. بلاك فشل، يتهيأله ان ايد طالعه من الباب فخاف، ساب الشنطه وجري. وتاني مره نلاقي الجوهره فعلا تبقى في ايدينا وتطلع مزيفه. انا عايزه اعرف ايه الحكايه، ايه الحكايه؟ حقيقي ده شيء غريب. رئيس المنظمه ليه حق يشك فينا ولازم نتصرف بسرعه. هتقولي له ايه؟ الراجل سائر جدا طبعا، بيهدد بقتلنا. طب وهتفسري وتبرري اللي حصل ده ازاي؟ اسمعوا، اخرج انت دلوقتي وبلاك لحد ما يوصل، ولما يجي انا هقول له على الاحتمالات اللي في مخي. طيب اذا كان احمد موجود زي ما بتقولي، واذا كنت متاكده انت من وجوده، يبقى خلاص انا مش معترضه على وجوده. بالعكس يا حنان، انا بتمنى ان احساسك ده يكون صحيح. على الأقل أنت هتستريحي وأنا هطمن بدل القلق اللي أنا عايشة فيه ده. بس كمان يا حنان لازم نعترف بالواقع يا بنتي، والواقع إن أحمد مش موجود، ودي حكمة ربنا وإرادته يا حنان. ليكي حق، ليكي حق ما تصدقيش، لكن أنا متأكدة لان انا اللي بشوفه وبتكلم معاه وبيرد علي. ايوه بكلمه وبيرد علي. طب يا حنان انا معاكي، هنفرض ان احمد موجود فعلا. لا هو موجود فعلا. طيب ايه لزوم العمايل اللي بيعملها دي؟ ليه بيسهر لك وبعدين يستخبى؟ وبيسهر ازاي وبيستخبى فين؟ انت نفسك مستغربه لكده. ايوه انا مستغربه. شفتي؟ شفتي حنان انك مش لاقيه حتى تفسير للي بيحصل ده؟ ايوه بس انا متاكده انه بيجي وبكلم معاه وبيرد علي. انا اللي لادي لازم اعرف الحقيقه وهثبت لكم ان انا صح. ايه
مش ممكن، مش ممكن يكون هو. ليه؟ عشان مات. ومش يمكن غير الجوهرة قبل ما يموت؟ بدل ما يغيرها كان خدها معاه بيروت عشان يبيعها هناك. هو عمل كده فعلا، بس ملحقش لأنه مات، ومحدش عارف إذا كانت الجوهرة معاه ولا لا. يا جماعة احنا كده بنبعد قوي عن الحقيقة، احنا لازم نفكر تفكير واقعي. بلاشيستا، نعم. انت هتقابلي راجل كبير يا ابني. لغاية دلوقتي ما طلبش مقابلتي. طبعا بيحطم في اعصابنا، عايزنا ننهار عشان اذا كان حد فينا عملها او خاين يبان. ما هو يا إما أحمد حاول يخدعنا ويحتال علينا وغير الجوهرة الحقيقية بجوهرة مزيفة عشان يسلمها لنا هنا في مارسيليا ويهرب، لكن الظاهر إنه ملحقش لأنه غرق في البحر. الاحتمال التاني، الاحتمال التاني بعيد شوية، لكن برضو لازم نحطه في تقديرنا. إيه هو؟ الاحتمال إني جايز أحمد يكون عايش. عايش؟ أيوة، جايز أحمد يكون عايش ومستخبي وغير الجوهرة الحقيقية بجوهرة تانية مزيفة واستخبى واعتقد إن إحنا ممكن ننسى بخبر موته ونبعد عنه، وبعد مدة يظهر تاني وياخد الجوهرة ويبيعها ويستفيد بتمنها. وإيه اللي خلاك تفكري تفكير زي ده بعد ما تأكدنا إنه مات؟ اللي خلاني أفكر مظهر مراته، مظهر مراته ما يدلش أبدا إن جوزها مات، وده محيرني قوي. معنى كده إنها تعرف السر ومعتمد إن يكون مخبي الجوهرة عندنا. أيوة، وعشان كده احنا هندخل البيت تاني عن طريق الشغالة خديجة وحندور على الجوهرة، وان ما لقيتهاش انا هتصرف مع حنان. يا جستا، انا بديكي فرصة ترجعي مصر وتحاولي ترجعي الجوهرة، وخلي بالك مش هتقدروا تفلتوا من عقابي لو اكتشفت خيانتكم. ايدي هتوصل لكم في اي مكان في العالم. اتفضلي واعتبري ان دي اخر فرصة. الجوهرة حياتكم. ايه ده يا حنان؟ كل ده كنت في اوضتك بتعملي ايه؟ ابدا يا ماما. احمد، مساء الخير. اهلا يا ماهر. ازيك يا سناء هاني؟ الحمد لله. انت فين يا اخي؟ بقالك زمان ما شفناكش. الحقيقة أنا كنت خجلان أجي طول المدة اللي فاتت دي. ليه يا ماهر؟ عشان اللي حصل من يوم موضوع منى وسمير وحكاية جوازه منك واندفاع في الرفض بدون قصد. أيوة صحيح يا ماهر، أنت ليه رفضت بالطريقة دي؟ علشان كان متهيألي إن الجوازة دي مش هتكون موفقة.
ليه؟ سمير طول عمره طيب وابن حلال. فعلا سمير انسان ممتاز جدا ومن الاصدقاء اللي بعتز بصداقتهم، وده اللي بيخليني اقول انه مفيش داعي. مفيش داعي للكلام في الموضوع ده يا ماما. ازاي منى يا ماهر؟ الحقيقه انا ما شفتهاش من يوم ما حصل. ليه يا ماهر؟ دي منى بتحبك قوي. وانا بحبها، بس يا خساره منى بطريقتها دي بتخلي علاقتنا ببعضينا متعبه لينا احنا الاثنين. ياه انت مكبر الموضوع قوي. منى بتغير عليك عشان بتحبك. الغيره الزياده عن حدها يا سناء هانم بتكون متعبه للطرفين، وخصوصا لما ما يكونش لها اي اساس. كل الستات كده يا ماهر، مش منى بس. ضروري اي ست تغير على الانسان اللي هترتبط بيه او اللي تكون مرتبطه بيه فعلا، والا ما تبقاش بتحبه. بس يا سناء هانم لازم يكون في ثقه. معاك حق، الثقه مهمه جدا بين اي اتنين بيحبوا بعض، يعني مش مجرد شكوك تخليها تتعامل معاه على انه هيخونها او انه ناوي يخونها. انا مثلا لو حد جه قال لي انه شاف احمد مع واحده، مش ممكن افكر انه بيحبها او انه بيخون. ثقتي فيه تخليني اقول انه يمكن تكون واحده من ركاب المركب او اي حاجه تانية، لكن مش واحده بيحبها. مش كده يا ماهر؟ اه ايوه طبعا صح. على كل حال منى عندها حق انها تشك وتغير بعد اللي حصل. اللي حصل يا سناء هانم له ظروفه، ومش ممكن ابدا نؤكد شك منى. وبالتالي منى صاحبه مدام حنان من زمان وعارفه اخلاقها كويس، وكمان انا ومنى نعرف بعض من زمان، وهي عارفه شعوري من ناحيتها قد ايه، ومعروف سلوكي كويس. ومنى عارفه كمان قد ايه انا مرتبطه باحمد وبحب، وطول عمري كنت مخلصه له، وهي كانت دايما بتعترف بان وفائي نادر، يبقى ما كانش في داعي انها تفكر كده، وخصوصا وانا كنت في حاله. اما قوموا شوف خديجه يا اولاد عن اذنكم. عشان كده انا رايحه اعتذر لحنان وصالحها. مفيش داعي دلوقتي، الدنيا قربت تبقى ليل. جرى لك ايه يا سمير؟ ما انت عارف ان بيت حنان جنبنا ومش هتاخر، بس عشان ضميري معذبني ومش هستريح الا لما اعتذر لها وصالحها. منى عينيكي فيها حاجات كتير قوي، انت ناويه تعملي ايه بالظبط؟ قلت لك ناويه استسمح واقول لها ان غيرتي منها على ماهر ما كان لهاش داعي. منى انا اخوكي وامنعك من اي مناورات مع حنان. انت مش في وعيك، الغيره عمتك، مش في حالتك الطبيعيه. بالعكس، ده انا طبيعيه جدا، وانا رايحه اصلح غلطتي واعتذر لها. أنا مش ممكن أبداً أصفى عن منى، وخصوصاً بعد اللي عملته معاكي، إلا لو عرفت تماماً إنها شعرت بغلطتها وجات لغاية هنا واعتذرت لك. مش للدرجة دي يا ماهر، منى صحيح متقلبة وتسرعت شوية في حكمها على الأمور، لكن ده لأن قلبها أبيض، ما عندهاش وسط، يا أبيض يا أسود، يا تفرح قوي يا تزعل قوي.
يعني بالتالي يا تحب قوي يا تكره قوي. مش عارفه ماما غابت جوه ليه. بالحق يا مدام حنان، الجواب ده وصل على الشركه باسم المرحوم، كلفوني نوصله لسيادتك. جواب؟ في ايه يا مدام حنان؟ الجواب ده في ايه؟ جواب ايه؟ جواب وصل على الشركه باسم المرحوم. في ايه الجواب ده يا حنان؟ ومن مين؟ ده من واحده تعرف احمد، بتعاتبه انه ما اتصلش بيها من زمان. انا اسف يا فندم. لا انا السبب. ابدا يا ماهر، يعني هي ناقصه تزيد عليها الغيرة كمان دي بالطريقة دي؟ البنت هتضيع خالص. أنا لو كنت أعرف اللي فيه ما كنتش جبته، وكمان مش معقول أبدا أحمد يعمل كده. أنا آسف يا فندم، أنا السبب. لا أبدا يا ماهر، وأنت ذنبك إيه؟ ربنا عايز كده يا ماهر. أنا كل ما أجي هنا اتسبب لها في اذيه، مش عارف، مش معقول ده. عن اذنك يا هاني. مع السلامه يا ماهر. جوابها رامي؟ أي يا دكتور، جواب من واحدة ست بعتها لأحمد. لا، طلعت جري على أوضتها. سيبوها لوحدها عشان تطلع كل الانفعالات المختزنة. أيوة فندم، أيوة. أنا إن شاء الله همر عليكم وأنا مروح. حاضر حاضر يا دكتور، مع السلامة. مساء الخير يا فندم. منى تبقى عملتها؟ ابتدت يا دكتور محي. عملت ايه؟ اختي دلوقتي هي اللي مريضة، نفسيتها اتأزمت وتحولت للشر. ارجوك يا دكتور، ارجوك تلحقها، لازم تعالجها. انا مش قادر احوش عن الشر اللي طغى عليها نتيجة غيرتها لعمها. يا حرام، تلاقيها دلوقتي بتتحرق من الغيرة. أيوة يا منى، الغيرة وحشة. معقول أحمد يعمل كده؟ لا 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 لا، مش معقول. وكمان مش معقول حنان تشك في أحمد وتغير عليه بالشكل ده. لا أكيد حصل غلط. ما هو كمان حنان تبقى غلطانة لو شكت في ان احمد له علاقه بواحده تانية. اهي شكت، زي ما انت غلطتي وشكتي فيها وغيرتي على ماهر منها. لا بس انا فقت بعد ما رجعت نفسي وعرفت اني غلطت في حق اختي وصاحبتي حنان، وانا جايه النهارده علشان اقول لها اني شك فيها وغيرتي منها. ما كان لهاش داعي، ودي الحقيقة يا طنط. صحيح صحيح يا منى. أيوة يا طنط، حنان دي أختي، وأنا ما خجلش أبدا إني أعتذر لها وأطلب منها تسامحني. الحمد لله، يمكن ده يخفف عنها الصدمة شوية. ده أنت أعز صديقة لحنان يا منى، هي محتاجة لك دلوقتي. أرجوكي أرجوكي يا بنتي، خليكي جنبها في محنتها دي.
انا هطلع لها دلوقتي وهحاول ابعد عنها نار الغيره، وهقول لها اللي حصل لي بسببها، وان شاء الله ان شاء الله يا طنط هقدر اقنعها ان الجواب اللي وصلها ده شيء سخيف من انسان اسخف. يا ريت اطلع لها حبيبتي. لا منى بلاش بلاش تطلع لها حبيبتي، عشان الدكتور قال نسيبها لوحدها. ما تخافيش يا طنط، انا هعرف افوقها ازاي. طيب يا بنتي اطلع لها، يمكن فرحتها بيجي تنسيها اللي حصل دلوقتي. ايوه يا خديجه. انا منى يا حنان. انا جايه اتاسف لك واطلب منك انك تسامحيني. منى انا اللي لازم اعتذر لك، ارجوكي سامحيني. انا ما كانش قصدي، غصب عني. انا دلوقتي بس حسيت بيكي، كان عندك حق تعملي معايا كده. انا عذبتك كتير، لكن صدقيني يا منى ماهر بيحبك قوي، وعمره ما فكر في حد تاني، وانا كمان عمري ما فكرت فيه. عقلي وقلبي ما فيهمش غير احمد وحب، قصدي كان مشغول باحمد وحب. أنا وإنتي كنا ضحية يا حنان، أنا متأكدة إن مالكيش ذنب ولا عمرك فكرتي في ماهر، بس هو يلا اتضح لي إن في رجالة فعلا ملهاش أمان. أيوه اتضح لي كده فعلا يا حنان، حد كان يصدق إن أحمد هو كمان يعمل كده؟ خبر يعرف واحدة تانية؟ أنت عرفت يا منى؟ أيوة طنط قالت لي. طب إزاي ده يحصل منه؟ وليه؟ إزاي وليه؟ دول بقى السؤالين اللي فيهم مشاكل كل الستات مع كل الرجال. إزاي الراجل بعد الحب يخون؟ وليه الرجالة بعد الإخلاص تغدر؟ هي دي بقى المعادلة الصعبة اللي محيرة كل الستات. فعلا هي حاجة تحير. أنا مش مصدقة إن أحمد يعمل كده، أنا كنت متأكدة إنه بيحبني. فعلا كارثة. أنا متأكدة أنا كمان إنه كان بيحبك. أنت بتقولي كارثة؟ فعلا كارثة، لانه بالرغم انه بيحبك الا ما عندوش مانع انه يخونك. في رجاله كتير كده. غريبه. ايه الغريب في اللي بقوله؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت جبتي الكلام ده منين؟ من الدنيا والزمن، من اللي بسمعه واشوفه. بلاوي الدنيا كتير يا حنان، بس انتي بلوتك اخف وارحم من اي بلوه حد تاني. على الاقل انتي مش شايفه احمد وهو بيحب واحده تانيه قدام عينيكي. احمدي ربنا
انك عرفتي دوت بعد ما مات. لا، احمد ما ماتش، احمد عايش. ما هو لو موجود تبقى فعلا كارثه، لانك هتشوفي دليل خيانته في كل تصرفاته. لو ضحك في وشك على طول هتقولي انه بيخدعك. اذا جابلك هديه هتشكي انه جاب زيها للتانيه. كل حاجه حلوه هتشوفيها وحشه، هتتألمي، هتتألمي قد حبك. وانا عارفه قد ايه حبك كبير، عشان كده ألمك هيكون اكبر. طب اعمل ايه؟ تفوقي، فوقي واقتنعي بالواقع واكرهي. اكرهي خيانته وغدره، ساعتها بس هترتاحي. مساء الخير. مساء النور. الست موجودة؟ موجودة يا فندم، اتفضل. اهلا يا دكتور. اهلا يا فندم. اهلا دكتور سمير. منى هنا يا فندم؟ ايوه، فوق مع حنان، بتهديها شوية، كتر خيرها، جت في الوقت المناسب. بتهديها؟ تعالى نقعد الاول. اتفضل. بقالهم كتير مع بعض؟ بقالها شويه جت وطلعت لها على فوق. ربنا يستر. اهي نزلت. اهي حالتها ايه يا منى؟ الحمد لله، قدرت اهديها شويه ودلوقتي هتنام. اهلا يا دكتور محمد. اهلا يا منى، ازيك؟ وازاي ماهر؟ ما بشوفوش. ليه؟ معرفش. انتوا لسه متخاصمين؟ لا، ده انا لازم اقرصه من ودنه، مش معقول كده. بس انت كمان عاوز اتكلم معاك شويه. بقول ايه يا منى؟ افندم يا دكتور. ما تحاولي تجيني بكره العياده شويه، انا عايزك. عايز اتكلم معاك شويه بخصوص ماهر. يا ترى عندك مانع يا دكتور سمير؟ ما عنديش ابدا، يا ريت. طب كويس، يبقى بكره الساعه 7. ودلوقتي استاذن انا عن اذنك. مع السلامه يا دكتور. ان شاء الله بكره افوت اشوف حنان. ان شاء الله. عملت ايه؟ اسكت انت، مالكش دعوه. انا متشكره قوي يا منى. على ايه يا طنط؟ دي حنان اختي، انا قدرت اخليها تنسى كل حاجه حصلت. متشكره يا سمير، متشكره قوي قوي، كتر الف خيركم. العفو يا طنط، عن اذنك. مع السلامه. لو سمحت يا استهانم، عايز اخرج شوية دلوقتي. ايوه، اصلي كنت سايبة امي تعبانة ودلوقتي قلبي واكلني عليها، عايز اطمن يا استهانم. طيب يا خديجة روحي. واخذت خطوه للامام للعنايه بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الالف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم اكيد سويتها. تدرون ان 80% من اللي يعانون من القشره يعانون من التساقط؟ وشيف فايز واحد منهم. لو اهمل القشره كان خسر شعره ومستقبله.
القشرة تضعف الشعر وتخليه عرضة للتساقط، لكن هيد اند شولدرز يقضي على القشرة 100% ويرجع القوة للشعر. خلص على القشرة قبل ما تخلص لك على شعرك. أي شيء بارد ما تقدر تتحمله، ألم بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، ما يصلح أبداً أن احنا نتجاهل حساسية الأسنان، هي مشكلة كبيرة وشيء غير ممتع في الحياة. عشان كذا احنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية، كثير جداً صاروا يعرفوا الفرق مع سنسوداين، بيتفاجئوا أن الحل جداً بسيط، معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. تفضلي يا مدام، نفس الأوضة. متشكرة أوي. وميرسي على التليفون. نعم، تحب حضرتك تحاولي في النمرة مرة تانية؟ لا متشكرة، النمرة ما بتردش. تحت أمرك يا مدام. انتي لسه ما نمتيش يا حنان؟ مش جاي نوم. الدكتور محي كان هنا وسأل عليك. منى قالت له انك حتنام عشان كده مشي من غير ما يشوفك. ده انا كنت عايزاه. هو بكره هيجي. حنان يا حبيبتي، انتي ناقصه اشكالات عشان تعجنن عليكي. أنا مش مصدقة إن أحمد ممكن يعمل كده. يا حنان يا حبيبتي، كل الرجالة لهم هفوات صغيرة كده، وجايز ده كان قبل الجواز. يا ماما، يا ماما إحنا مخطوبين من زمان، معنى كده إنه ما كانش بيحبني. ليه يا بنتي تحكمي بكده بس؟ مش شايفة أي تفسير تاني. يا حنان خلاص، دي حاجة فاتت وكل شيء انتهى يا بنتي. لا ما انتهاش، أنا هعرف شغلي معاها. طيب يا حبيبتي، خدي الحباية دي علشان تنامي وما تفكريش في حاجة. يلا حبيبتي. تصبحي على خير يا حنان.
خديجة، أنا عرفت إشارتك على طول، سمعت الجرس مرة والتانية، قلت هي ما فيش غيرها ست الخواجاية الأمورة، جيت جاري وادينا وتحت الأمر. إحنا عايزين نيجي عندكم البيت تاني. ليه؟ في إيه تاني؟ مش خدتوا جوهرة خلاص؟ في إيه تاني؟ المرة دي عايزين نفتش البيت كله. لا بقى، دي حكاية لأحساب تاني. لا يا خديجة ما تبقيش طماعة. طماعة؟ اخس، ولا اللي بقول عليك حلوة وأمورة ولسانك بينقط شه؟ لا 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 لا، خلصيني، عايزة إيه؟ شوفي بقى يا أمورة، النوبة اللي فاتت دخلت البيت عشان تفتشوا أوضة واحدة، النوبة دي عايزين تفتشوا البيت كله، وأنا عارفة بقى إن كلك نظر. الجواب ده من مين؟ لا ما انا لازم اعرف الجواب ده فيه ايه ومن مين. مش هتعرف ومش هقولك. حنان ايه الحكايه؟ ليه مش عايزه توريني الجواب كده وما تحاولش؟ تفتكر يا بلاك بلاجستا هتقدر تقنع البنت خديجة بإننا نخش البيت تاني ونفتشه؟ أنا عارف بقى، متهيألي مش هترضى عنها. ما رضيت. طب والحل إيه؟ ما هو لازم أدخل البيت ده حتى لو اضطريت إني أقتل كل اللي فيه، لازم أجيب الجوهرة بأي طريقة، وإلا الداهية اللي هناك ده مش هيسيبني. تقصد مين؟ وفي داهية غيره؟ زعيم المنظمة؟ الراجل الكبير؟ أيوة، وخصوصا لو ما ظهرتش الجوهرة. تعرف أنا نفسي في إيه؟ إيه؟ نفسي أشوف الراجل ده، نفسي أشوفه مرة واحدة قدامي. لازم تحاولي تاني يا خديجة. مقدرش مقدرش يا ست الخواجاية، ازاي بس اخليكوا تفتشوا البيت كله؟ لا لا صعب. الله، انت عايزة ننكشف واروح انا في داهية؟ ساعتها تنفعيني. خلاص بقى خدي دول. ما هو ما اقدرش اعمل اللي بتقولي عليه، وكمان ما اقدرش اسيب الفلوس دي، يبقى لازم افكر في الموضوع تاني. نتفاهم. ايوه نتفاهم، مفيش احلى من التفاهم في الحالات اللي زي دي. نتفاهم. انا عايزاكي في الاول يا خديجه تحكي لي حكايه حنان كلها. غيرانه منها عشان اتجوزت الكابتن وانت لا؟ انا مش قادر افهم ليه مش عايزه توريني الجواب. معنى كده ان في حاجه غلط. فعلا هو في حاجه غلط، عشان كده مش هوريهولك. حنان انتي متغيره قوي، وانا ابتديت تشك، مش كده؟
حنان، تصرفاتك دي غريبة جدا. أنا مش عايز تفكيري يروح لبعيد. الحاجة مش ممكن أتصورها. ساعات الإنسان ما بيتصورش إن في حاجات ممكن تحصل، لكن للأسف بيفاجئ بيها. قصدك إيه الكلام ده؟ أنت كده بتدفعيني وغصب عني حاجات استنتاجات. حنان حنان ما تعمليش كده. أنا مش ممكن أشك في أخلاقك ووفائك لحبك. أنت شكيت وخلاص، وليك حق، والنتيجة واضحة أهي، الغيرة هتقتلك. في سؤال واحد عايزك ترد عليه بصراحة، ممكن؟ ممكن. الجواب ده جواب غرامي؟ ايوه. مش ممكن، مش معقول. انت تعملي كده؟ خساره، خساره حنان. الموت كان احسن لي. بتتمنى الموت وانت مش عايش؟ انا عايش. كنت عايش. امال مين اللي قدامي؟ مش شايفاك. أنا أحمد موجود وإنت شايفاني. كنت مالي عيني، ما كنتش شايفة غيرك. ودلوقتي؟ دلوقتي أنت ميت. أنا عايش. ميت. أنا حي. ميت. أنا موجود. تقدر تثبت؟ أنا أهو قدامك، بصيلي هتلاقيني. مش شايفاك. أنده على حد يشوفك عشان أتأكد إنك موجود؟ لا، مش عايز حد يشوفني. تبقى ميت. أنت مش قادر تثبت إنك عايش، لكن أنا أقدر أثبت إنك ميت. ما تقدريش، وما تخرجيش بيا عن موضوع الجواب. لازم أعرف هو مين. هات الجواب. ده مش جواب. أمال إيه ده؟ دي شهادة وفاتك. النهاردة بس أنت مت. الليلة عزاك. أنا مش فاهمة منك حاجة أبداً. هو إيه اللي أحمد عايش؟ أحمد مات؟ موجود؟ مش موجود؟ بتحب أحمد؟ بتحب ماهر؟ هي إيه الحكاية؟ ليكي حق يا أستاذ الخواجاية، ما دي حاجة ما يفهمهاش الخواجات اللي زيك. طب فهمي، أحمد عايش وموجود ولا مش موجود ومات؟ موجود ومش موجود، عايش وميت. خديجة اتكلمي كويس يا خديجة. أحمد عايش ولا مات؟ يو يهمك فيه إذا كان عايش ولا ميت؟ ها؟ مات. ها؟ مات وشبع موت. أنا مش فاهمة أنت بتفكري كتير في المرحوم أحمد النهاردة ليه؟ وأنا اللي خليني أفكر في واحد مات؟ أنا كنت بسألك على الضابط زميله ماهر. ده راجل كويس. زي الفل. بس يا خسارة. خسارة إيه؟ ما بيعرفش يكتب جوابات. المهم هنقدر نخش البيت امتى؟ لا بقى سيبيلي الموضوع ده ارتبه لنا كده، بس يكون بسرعه. يو هو انت كل حاجتك كده يا استاذ خواجه يا حمري جمري؟ الله، دي حاجه عايزه ترتيب وروقان. امال هي سلق بيت؟ عايزه تخشي البيت كده تروحي داخله ليه وكاله من غير خديجه؟ خديجه؟ نعم يا اموره، انا عايزه اخش البيت ده وبسرعه. يو وانا قلت لا. حاضر، بس يعني دي حاجه عايزه روقان. انا تحت امر، بس يعني سمعتي على حاجه كده اسمها لزوم السرعه؟ طب زودي شوي. مش تذكره الطياره اغلى من تذكره الاتوبيس عشان السرعه؟ شوفي ولا مليم بعد كده. بلاش، هيكون بسرعة.
صدقيني يا حنان، انا مش ممكن اعمل كده. انا عمري ما عرفت حد غيرك، ولا ده هيحصل في يوم من الايام. والجواب ده؟ ما عرفش، يمكن يكون هزار سخيف. طبعا، وانت هتقول ايه غير كده؟ دلوقتي بس عرفت انت بتهرب ليه، ومش عايز حد يشوفك ليه. عايزهم يقولوا عليك ميت عشان يبقى عندك فرصه تبقى معاه. حنان، لو عايز اعمل كده الموضوع مش محتاج لان اموت نفسي. يعني ايه قصدك؟ يعني ما يهمكش. اسمع يا حنان، انا تعبان. حنان دلوقتي وبعدين الشاشه. اتفضل نام، انا هفضل قاعد. الأجهزة وصلت. ايه عملت ايه؟ استنى يا اخي ما اخد نفسي. هو انت ايه، ما عندكش ذوق؟ انا اصلي خايف عليكي وعلى رقبتك ورقبتنا كلنا من الراجل الكبير. انت عارفه هيعمل ايه لو ما حصلش. يعمل اللي يعمله، انا ما بقاش يهمني. مالك بتتلفت حواليك كده ليه؟ خايف من ايه؟ انا عايزه افهم خايف من ايه؟ ها؟ هيسمعني دلوقتي؟ ما هو قاعد هناك في مارسيليا مستريح وتعب قلبنا هنا. بقولك ايه؟ اهدي انت وهدي اعصابك. سيبك منه من الراجل بتاعه. جورج كبر وبيخرف. قولي لي عملت ايه؟ البنت طماعه قوي، بس انا قدرت اقنعها وهترتب لدخولنا البيت. خلاص استريحت. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا خديجة. ماما فين؟ في اوضتها يا استنان. ايوه ادخل يا ماما. ايوه حبيبتي. صباح الخير يا حنان. صباح الخير. ايه ده؟ مالك يا حنان؟ انت ما نمتيش امبارح كويس؟ لا يا ماما، كنت بتخانق طول الليل. بتتخانقي مع مين؟ مع احمد. احمد؟ لازم كنت بتحلمي. قولي لي بقى يا حلو، حلمتي بايه؟ ماما، اذا كنت هتقولي اني كنت بحلم مش هحكي لك حاجه. لا خلاص خلاص خلاص. وكنت بتتخانقي معاه ليه؟ انت ناسيه الجواب اللي وصل امبارح؟ لا طبعا مش ناسي، بس يعني يا حنان ليه كده؟ ليه ايه يا ماما؟ ليه يعني ان لو سمحت يا استهانم انضف الاوضة. كان لازم اعرف الحقيقة. وريته الجواب.
وخبيته ورا ظهري وخليته يشك. بتتكلمي عن مين يا استنان؟ انت مالك انت يا بنت انت؟ يوه حق عليا وانا مالي. بتكلم عن احمد يا خديجة. اه الله يرحمه. بنت يا خديجة. مش قصدي يا استنان، انا مالي. وبعدين يا حنان؟ انكر ان له اي علاقه بواحده تانيه. انا برضو قلت كده. سي كابتن احمد مش ممكن يعمل كده. هي حنان بس نام زعلان مني. يعني هو لسه نايم لحد دلوقتي؟ طبعا مش مصدقاني، بتهوديني. لكن انا بقى المره دي هثبت لكم، انا سجلت عليه صوته. وعشان تصدقوني، طبعا انتوا عارفين موضوع الجواب ده حصل امتى. امبارح. يعني لما هتسمعوا احمد وهو بيتكلم على الجواب هتعرفي انه كان عندي امبارح، وهتصدقي انه هو عايش. مش كده يا ماما؟ ايوه يا بنتي ايوه. وعشان ما يحصلش زي ما بيحصل كل مرة، أنا سمعت التسجيل بالليل وتأكدت منه، ودلوقتي هسمحه لكم.